بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية والذكرى 36 للعلاقات الدبلوماسية بين الصين وفلسطين، يتجدد التعاون الوثيق بين البلدين، حيث أقيم احتفال وطني لهاتين المناسبتين في مدينة رام الله للتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية التي ترسخت عبر عقود من الشراكة والدعم المتبادل، والتي تزداد أهميتها في ظل التحديات السياسية التي يواجهها أبناء شعبنا. نعرب بهذه المناسبة عن الشكر والتقدير للجمهورية الصين الشعبية الصديقة لكل ما تقدمه من دعم سياسي للحقوق المشروعة على الشعب الفلسطيني للمحافل الدولية كافة، وكذلك الدعم الإنساني والاقتصادي والمؤسسي وفي جميع المجالات. وبهذه المناسبة أنقل لكم تحيات فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، كما نبعث بتحياتنا وتقديرنا للحكومة الصينية المحترمة ولشعبكم الصديق ولأعضاء الحزب الشيوعي الصيني المحترمين، وتهانينا القلبية لكم بحلول العيد الوطني الصيني والذي تحيون فيه ذكرى استقلال وتأسيس بلادكم 75. رئيس الوزراء الفلسطيني أكد أن السيد الرئيس محمود عباس يولي اهتماماً بالغاً بتعزيز العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية، مؤكداً على الدور المحوري الذي تلعبه الصين في دعم القضية الفلسطينية، كما أشار إلى التزام الصين الثابت بدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 7 حزيران وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه أعلن السفير الصيني لدى فلسطين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن مبادرات جديدة تشمل تقديم مساعدات إضافية، بالإضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة ودعم الأونروا لمواصلة تقديم خدماتها الإنسانية. إن القضية الفلسطينية جوهر قضية الشرق الأوسط، وتدعم الصين بثبات إقامة الدولة الفلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وترحب الرئيس الصيني شي جين بينغ سلسلة من المبادرات والرؤى حول القضية الفلسطينية، ومن خلال الاسترشاد بها طرحت الصين مبادرة بثلاث خطوات من أجل الخروج من مأزق الصراع، أي تحقيق الوقف الشامل لإطلاق النار وإدارة قطاع غزة ما بعد الصراع التزاما بمبدأ حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين والتنفيذ الجدي لحل الدولتين. تأتي هذه المساعدات في إطار جهود الصين المتواصلة لتحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما في ذلك وقف إطلاق النار وتنفيذ حل الدولتين، كما أكد السفير الصيني لدى فلسطين على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، معربا عن تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون المثمر في المستقبل. تمثل العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية ودولة فلسطين نموذجاً للتعاون الاستراتيجي المشترك، حيث يؤكد الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الصين و36 للعلاقات الدبلوماسية على عمق الروابط والدعم المستمر للقضية الفلسطينية. من مدينة رام الله مريم الطريفي، تلفزيون فلسطين.